طبعا ويمكن اجي لك يا فريده بقى، انا عايز اجي لك بقى، بس يعني عايز اتكلم معاك. يمكن دي البطوله رقم كام ليكي مع النادي الاهلي؟ بطوله المرتبط ولا بطولات عامه؟ يعني ده تاني عمتن. سنه ليا. احنا لعبنا اول سنه 5 بطولات تقريبا، ودي السبعه. يعني دي السبعه ليكي في سنتين. اه ما شاء الله. طيب في السنتين دول او مجموعه البطولات دي، تحط بطوله المرتبط اللي احنا لعبناها دي في ترتيبها كام؟ يعني اصعب حاجه؟ لا مش اصعب حاجه، في كان اصعب منها، تحطها في ترتيب كام من السبعه؟ هي بطوله المرتبط دي كانت اصعب من السنه اللي فاتت، لان احنا السنه اللي فاتت كسبنا اول ماتش والصغيرين كانوا كسبوا برضو، فده كان يعني تاني ماتش بالنسبه لنا، كان اللي هو خلاص احنا كنا كده كده كان تحصيل حاصل، كنا كسبنا. فدي بالنسبه لي، بالنسبه للمرتبط يعني عامه، دي كانت اصعب، لان احنا كنا جايين اصلا من خساره السوبر، وده كان مضايقنا اكيد كلنا. بس طب ايه اللي حصل يا فريده في السوبر؟ ايه من وجهه نظرك؟ اوكي كابتن علي مش موجود ولا حاجه؟ لا خالص. لا هي بالنسبه ما تبصلهاش بس واحده كده، بعيد عننا خالص. لا والله خالص، هي فكرة بس ان احنا كان في عدم توفيق طبعا، زي ما نادين قالت ودينا قالوا، وده كان يعني دي كانت حاجه وحشه، وكان في اكيد اخطاء مننا برضو، يعني احنا كنا اكيد عملنا برضو شويه اخطاء، ولما هم طلعوا علينا احنا برضو اللي هو اتهزينا شويه، فهم فتحوا، بس احنا عوضنا، بس للاسف كان الوقت بقى ما لحقناش. يعني لو كان زودنا الوقت شويه كنا ممكن ان احنا نكسب. طب قولي لي، يعني انا كنا حاسين في ماتش السوبر ان مثلا الارتداد الدفاعي كان ضعيف شويه، كنتوا مثلا كان يمكن انت من اللاعبات اللي كنت بترجعي بشكل كتير نادي، يعني في كذا لعيبه كانوا بيرجعوا، بس مش تيم ورك ما كانوش يعني كامل. هل كان في حاله توهان مثلا، حاسين انتوا لسه مش جاهزين، ضعف فتره الاعداد اللي عليها يا كابتن علي، في حاجات كتيره؟ يمكن ده كان سبب اكيد، ان احنا كان لسه دي اول بطوله خالص، في الاول يعني كان ماتش جامد قوي، في ماتشات قبلها كان في ماتشات كتير، بس يعني ستيل ما كانش فيه اللي هو ماتش الفاينل الجامد قوي، كنا لسه ما لعبناش حاجه جامده قوي، وكنا لسه ما لعبناش على فاينل وانتم مش مستعدين، ولسه يعني ما لعبناش مش خدتوهاش جرادولي كده، لا فاينل صح، مره واحده. ده ممكن يبقى سبب فعلا، بس احنا يعني هي الاخطاء دي فوقتنا، يعني ما نزلتناش، يعني احنا كنا عارفين ان احنا كان في اخطاء في الدفاع، كان في ان احنا في مش متوافقين وكده، بس يعني احنا جينا في المرتبط بقى اول ماتش يعني كنا احسن بكتير من ماتش السوبر. كان ستيل لسه في كام حاجه غلطنا فيها عشان كده خسرنا، بس جينا بقى في الماتش التاني احنا كنا بشكل تاني خالص يعني. بس خلي بالك يا فريده، انت اديتي اداء كويس المباراه اللي فاتت بالذات في الفاينل، كويس قوي، حتى الجمهور نفسه يعني اشدي، مش احنا بس. بس ده زي ما قلت النادين هيحط عليكي بريشر، الناس يعني جاهزه للبريشر ولا لا؟ لا جاهزه ان شاء الله والله. ولا هنقلق؟ نادين قالت لك يا باشا هات، بس انت مالكش دعوه. احنا ناويين نتحمل المسؤوليه والله ان شاء الله، ونكسب الماتشات الجايه كلها ان شاء الله. طيب والسوبر يعني انت شايفه ان احنا مستعدين له ان شاء الله كويس؟ خدنا يعني وقت كويس. انا شايفه ان احنا البطوله اللي فاتت دي بينت قد ايه ان احنا فرقه قويه، وان احنا بينا بشكل كويس قوي، وان احنا ممكن نكسب اي ماتش، هو بيترتب بس على اخطائنا، يعني لو احنا تركزنا لو احنا ركزنا كويس وما عملناش نفس الاخطاء اللي عملناها قبل كده، لا ممكن قوي ان احنا نكسب البطولات كلها ان شاء الله.